محمد قتل تغريد قبل العيد، وسلمى بنتهم عماله تشاهد وتشوف من بعيد. حبس ولاده الثلاثه ورا الباب. لما اخواته سمعوا الصراخ وحاولوا ينقذوا تغريد، قال لهم هقتلكم زيها وههرب بعيد. أمر الإحالة في القضية ذكر أن المتهم محمد عامل بورشة أحذية قتل زوجته المجني عليها تغريد عمدا مع صف إصرار ده كلب ولا اسمه ده كلب ما تحكيش يسألوه يعني أو ما قالش كلام هو ما قالش ده قتلتها ليه طب اضربها بالله قتلتها ليه مش يتكلم يقول مثلا أنا قتلتها عشان كذا وكذا لا دي كلبة لا ما لهاش بأي حاجة كلبة ما تستهلش كل ده هو كلبة لا ما كانش يجيش أيام في البيت كله ده أنا بحب البيت كله ما تستهلش كيش غير من محمد محمد كلبة لا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. محمد قتل تغريد، ايوه محمد قتل زوجته تغريد بعد ما صلى الفجر على طول وخرج من المسجد صعد لحد الشقة وقتل زوجته تغريد اللي كانت غضبانة قبلها ب 24 ساعة وراح رجعها محمد. تغريد اللي كان أهلها رافضين يرجعوها لبيت محمد لكن قالت لهم علشان خاطر ولادي مين هيأكلهم ومين هيشربهم. تفاصيل كتيرة حدثت في منطقة دار السلام ومعانا كمان تفاصيل النيابة العامة وأقوال المتهم ومعانا كمان أقوال السلفة. السلفة اللي هي مرات شقيق محمد وكمان شقيق التغريد اللي تحكي لنا على تفاصيل الواقعة من البداية للنهاية. عامل بإحدى المناطق بمنطقة دار السلام بيشتغل في محمل أحذية أو عامل أحذية أنهى حياة تغريد قدام عينين بنتها سلمى. في البداية كده مش القضية خاصة بمحمد الهادي أو تغريد لكن احنا ملناش ذنب يا جماعة ان ابطال القضية او المتهم او المجني عليه اسمائهم بتتشابه مع ابطال قضايا اخرى. هنا الناس بتحكي وكمان سلفة الزوجة اللي اتقتلت علشان خاطر المصاريف وضيق العيشة. محمد بقاله فترة كبيرة ما بينزلش الشغل وعلشان كده الامور بدأت تتأزم ما بين الاتنين. اللي دايما كان بيحل المشكلة ما بين محمد وما بين تغريد هو الاخ لمحمد اللي كان بيدفع من جيبه للزوجة تغريد كل شهر 500 جنيه. يمكن اليوم اللي رجعت فيه تغريد من عند بيت اهلها وهي غضبانة انهى حياتها محمد قدام سلمى وجوز الاولاد. تغريد عندها في حدود 35 سنة وعندها 3 اولاد، البنت الكبيرة اسمها سلمى والبنت الولد الصغير معاق يعني مريض نفسي. ايه اللي حصل يوم الواقع؟ اللي حصل يوم الواقع ان تغريد رجعت من عند بيت ابوها بعد ما كانت غضبانة وكمان زوجها حرمة قبلها بيومين ثلاثة انها تروح الكوافير تجهز نفسها علشان فرح اخوها اللي دفع الفلوس وقال لها لازم تيجي وتفرحي معانا. رجعت في اليوم الموعود وهنا حصل مشكلة وانفضت المشكلة بتداخل شقيق محمد واداها ال 500 جنيه. بعد ما اخذ ال 500 جنيه وهنا الزوج عرف ان معاها ال 500 جنيه بدأت المناوشات مرة تانية. سبب القضية المصاريف المادية، الحالة المادية، لكن الزوج هنا بيبرر موقفه وارتكابه للجرم وبيقول انها كانت خاينة وانا كنت عاوز اتأكد هي خاينة ولا لا، طلبتها للفراش، لو نفذت طلبي للفراش فاكيد مش خاينة وكمان لو ما نفذتش يبقى هي خاينة وعقلها وقلبها مع ناس تانيين. انت باي حكم وباي دين وباي شرع تحكم على زوجتك بالقتل؟ الحياة والموت في ايد رب العباد وحده فقط. ازاي ان انت تنصب نفسك ان انت تقتل وتحيي علشان ايه؟ علشان شوية مصاريف. وانت لما شكيت في الزوجة ما اقمتش عليها الحجة والبرهان ليه؟ فين دليلك انها خاينة؟ فين دليلك انها
عارفة حد تاني، انت علشان طلبتها للفراش قد يكون انها تعبانة، قد يكون انها عندها ظروف، وفي كتير من الازواج بيطلبوا زوجاتهم ويتمنعوا، ومش شرط ان احنا او هم يعرفوا الظروف. هناخد التفاصيل مع حضراتكم، وايه اللي طبعا عشان اطمن حضراتكم تم الحكم بالاعدام على محمد قاتل زوجته تغريد، لكن هنقرأ مع حضراتكم بعض التفاصيل اللي يعني يمكن أزل عنها الستار، وهنعرض لحضراتكم طبعا ماتيريال لزوجة الأخ، وكمان الأخت بتقول إيه. فلو هتكمل معنا الفيديو للنهاية فضلا ليس أمرا، بس هتدعمونا باللايك وبالشير وبالاشتراك، وده شرف كبير لنا. طبعا أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الستار على قضية محاكمة عامل أحذية بتهمة قتل زوجته لامتناعها عنه في دار السلام، بإصدار الحكم بالإعدام شنقط بعد ورود رأي المفتي في حكم الإعدام. محمد قتل تغريد قبل العيد، وسلمى بنتهم عمالة تشاهد وتشوف من بعيد، حبس ولاده التلاتة ورا الباب، لما اخواته سمعوا الصراخ وحاولوا ينقذوا تغريد قال لهم هقتلكم زيها وههرب بعيد. أمر الإحالة في القضية ذكر أن المتهم محمد عامل بورشة أحذية قتل زوجته المجمع عليها تغريد عمدا مع صف إصرار ده كلب ولا اسمه ده كلب ما تحاولتوش تسألوه يعني أو ما قالش كلام هو ما قالش ما قتلتها ليه طب اضربها بعد الله قتلتها ليه ما قالش يتكلم يقول مثلا أنا قتلتها عشان كذا وكذا لا دي كلبها لا ما قالش في أي حاجة كلبها ما تستهلش كل ده هو كلبها هو كان شديدش أيام في البيت كله ده أنا بحب البيت كله ما تستهلش غير من محمد حماتي كلبها. حلقة جديدة من دماء في عش الزوجية اللي بيتناولها المجتمع المصري. بنواقع التحريات والمصادر الرسمية المختلفة هنقص على حضراتكم مقتل زوجة على يد شريك حياتها في منطقة دار السلام. المتهم اسمه محمد عامل بورشة أحذية أنهى حياة زوجته المجدة عليها اسمها تغريد عمدا مع سبق الإصرار والترصد. المصمم على ذلك بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها انتقاما لامتناعها عنه، مستقرا ذهنه لوجود إن هي على علاقة بأحد الأشخاص. وهنا أعد الأسلحة البيضاء بالمسكن، والمتهم هنا علق على تنفيذ المخطط على رفضها لمعاشرته ليها، وما أن تهيأ له الظرف بامتناعها عن العلاقة الشرعية، استل سلاح وانهال عليها طعنا ونحرا فحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. لم يثني عن جرمه أخذها منه ميثاقا غليظا فأسقطها أرضا حتى خارت قواها لفظت أنفسها تيقن من مفارقتها للحياة، قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين. أما شقيق المتهم وليد شهد بوجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليها زوجته، وإنه بتاريخ الواقع تناهى اللي سمعه يعني وليد سمع صراخ أولاد المتهم والمجني عليها، وهنا شقيق المتهم توجه مباشرة حيث سمع وبرفقته الشاهد الثاني في القضية وبدخولهم لمحل الواقع شافوا إيه؟ أول ما الأشقاء دخلوا على محمد شافوا ان المجني عليها ملقاة على الارض جراء الاصابة بجرح نحري بالرعبة، اصابات بعموم الجسد. ابصر في الوقت ده المتهم واقف في مكان في اخر الشقة وماسك في ايديه اليمين سلاح. المتهم اقر خلال التحقيقات ارتكابه للواقع لوجود خلافات زوجية بينه وما بين المجني عليها لاسباب تغلب عليها المادة، وعداتت في الوقت ده الخلاف لترك مسكن الزوجية، إلى أن الخلاف اتخذ طورا آخر برفضها معاشرته له. الزوج انتبه الشك في زوجته علل رفضها لمعاشرته بالخيانة، وضع مخطط ليتيقن من صحة الشكوك بأن يطلب معاشرتها، وفي حالة رفضها تتيقن له الشكوك. يعني الأفندي بيقول أن أنا خلاص هخطط أنا هطلبها للفراش، رفضت يبقى هي مرافعة حد تاني، لو
ما رفضتش يبقى هي كده تمام. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني عشان يختار زوجته يقول لها تعالي. طب ما هي كانت بتيجي، ما كانت بتيجي الاول، امال انتوا جبتوا الاولاد منين؟ ثلاث اولاد يعني، اذا يعني ما كانتش بتمتنع، لكن المفروض كنت سالتها في ظروف. ما فيش ظروف. طبعا في حال رفضها تيقن ان شكوكه، فابت استجلب بقى السلاح لمنعه من الاقتراب منها، فاستخلصوا منها. وطبعا فحدثت إصابة بإيده حتى أسقطها أرضا وتيقن من مفارقتها للحياة. طبعا اتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته أسند إليه اعترافه بارتكاب كامل لتفاصيل الواقع. المحكمة حكمت بالإعدام. طيب نشوف مقطع صغير كده ونكمل مع حضراتكم تاني، ونشرح لكم بالتفصيل ايه اللي تم فيه داخل احدى المساكن بمنطقة دار السلام. هنشوف ماتيريال لشقيق التغريد، وهنشوف ماتيريال برضو في نفس الفيديو لزوجة شقيق القاتل محمد. هيرجع بإذن الله. وإيه اللي حصل وليه هو عمل كده؟ هو بقاله فترة كده، بقاله فترة يعني ساعة ما خدها، ساعة ما اتجوزها وبيخطبها على طول، بص مش مرتاحة معاه في أي حاجة. أول امبارح سابت البيت ومشيت، طبيعي قال لها اقعدي ما تروحيش، قالت له أنا هروح عشان عندي غسلية وأنا هروح. طلعت من الساعة 2 لحد 6 الصبح هو بيقطع فيها، بعنها في قلبها مرتين وذبحها ذبح تبعها. يعني هي كانت غضبانه بقى قد ايه اصلا؟ ما غضبتش، هو يوم واحد، هو يوم واحد عشان مصروف البيت. هو دايما بخيل، وبقاله فتره اصلا اخوه اللي بيديه المصروف، بيديه المصروف من قبل رمضان ب 15 يوم قاعد من الشغل ما بيشتغلش. لا هي اللي بتصرف عليه وبتشتغل، فتحت محل قدام بيتها وبتشتغل بيع خضار، تاخد من هنا تاكل، بتاكل من المحل وقاعد من الشغل جنبيها، ولا بيشتغل ولا بيعمل، اخوه اللي بيصرف. كان في مشاكل مستمرة بينهم قبل الوقت؟ كتير، والشارع كله شاهد، الشارع كله شاهد عليها، بيضربها ومرة شتمها ومرة كده من 100 شهر كده رمها من فوق، من دول كتير تلاقيها استلفتها لحقتها. طب لما حصلت المشاكل دي وهي رجعت لكم، ايه اللي خلى خلاكم ترجعوها تاني ليه؟ يعني كان هيرميها من خاطر العيال، عشان خاطر العيال، عشان خاطر العيال، دخلوها في حد اتدخل ان هي ترجع تاني لبيتها؟ كتير، عاملين عليها قضية وقضية. معاها كام ولد اصلا؟ معاها بنت وولد، مع ولد مريض حاجز فيه، حاجز فيه 3-4 ايام صحا على يد زوجها، كان بيتعاطى مخدرات، بيشرب اي حاجه، بيصلي، بيسيبش فرق، بيسيبش فرق، لا ما تاخدوش، بيسيبش فرق. بس الناس بتسالنا ليه هو عمل كده؟ ما اعرفش، انا بسال ليه عمل كده. احكي لنا التفاصيل من البدايه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل اختي كانت غضبانه اول امبارح عندنا، ما قعدتش ساعتين وروحت. تمام يا بنتي خليك، قالت لي انا هروح عشان عيالي، وروح عندي اغسله اغسله، عشان احنا كنا مسافرين وكنا جايين يوم الثلاث، كنا جايين النهارده، فقيت النهارده هستناكم اعمل لكم اكل مستنيانا، لان الصبح اتصلوا بينا قالوا اختي جوزها ذبحها، معرفش ذبحها ليه، معرفش ايه التفاصيل. يعني سمعنا ان انت ان كان في مشاكل ما بينهم كتير، كتير قوي قوي قوي، اخرها كانت مشكله دايما هو عامه هو بخيل عشان الفراخ، مش الفراخ في وسط الكلام ده. هنتواصل معاها. اخرها كانت المشكله اللي قبلها بيوم لما راح يصالحها، صح كده؟ دي صالح. كانت اخر مشكله، راح صالحها وروحت معايا، مفيش اي حاجه. قالوا بقى في اليوم دوت عشان بس الفهد ده ال 500 جنيه بتاع مصروفها، عايز ال 500 جنيه منها، ما انت بتشرب منين؟ هو كان بيتعاطى حاجه ولا اي حاجه؟ بيصلي عشان اخوه قاعد من الشغل بيساعدها. طب مش حاسه ان دوت ممكن تكون مساعده لاخوه ان هو يستمر، ان هو يفضل قاعد؟ لا هو عشان الشغل واقف، مش المشاكل. ايه اللي وصل الامور لكده ما بينهم؟ سامعيني اللي وصل الامور لكده ما بينهم ايه؟ معرفش. عندها كام سنة؟ زوجته عندها 36 سنة، 35. معاها اطفال؟ مع ولد وبنت. طيب يعني اخر مرة قابل والدك وكان قاعد معاكوا وقال لكم ان هي راح يصالحها وبتاع، كانت يعني احكي لنا كواليس اخر مقابلة ما بينكم لما راح خدها من بنت والدك. واخر حاجة كان يوم الحنة بتاعت اخويا، كان كويس معاها، ما كانش فيه اي حاجة. تمام. يوم الدخة اتخانق معاها، عايز تنزل يعني تروح كوافير ومش عارف ايه، قال لها معلش بس مش تنزلي. قالت لحد الساعة 10 لحد ما اخوها جه من الكوافير بعروسته لحد ما نزلها اخوها، قال لها طلع جابها، قال لها لا انزلي ما ينفعش، ما كانش فرح اخوك، هو اللي ما نزلش، قال لها هتنزلي مش هنزل. تمام. وما نزلش، هو اخر حاجه دي انا اعرفها، غير بقى المره اللي قبلها كان هيرميها من دور التاني. كل الاختلافات الاخيره ما بينهم لما جه خد اختك من بيت والد حضرتك؟ هو زي ما بقول لك كده، يوم الحنه كان كويس مفيش اي حاجه، هو رجعها من البيت. هو رجعها في نفس اليوم اللي قتلها فيه؟ نفس اليوم اللي قتلها فيه. ايوه الساعه 1 بالليل هو كان يرجعها تاني. خدها من الساعه 2 بقى المشاكل بدات. بص اقول
لك على حاجه شايف دي دي اللي شافت كل حاجه دي مين دي معاها دي سلفتها سلفتها اللي كانت معاها اللي هو شاهد عليه ودي سلفتها والشارع بتاع انتقل من بيحصل وتنفض الشقه شاهدين منصه ابو كبير يعني معانا احد شهود العيان اللي هيكلمنا عايزين كلمه زياده تقول ليه قول لنا اللي انت شفتيه ارادة ربنا يا دكتور معلش دي سلفتها يعني اللي قاعده معاها في البيت وهي اللي شافت كل حاجه البقاء لله ممكن تعلي صوتك شويه بقاء لله احكي لنا ايه اللي حصل اللي حصل بالظبط هي كانت مشاكل علي صوتك شويه انا اسف معلش انا مقدر الموقف كانت في مشاكل منهم من امبارح كان مش بيدي لها مصروف الهم عيال عمو زعقوله وبهدلوه واخوه وراح مديلها المصروف هي كانت عايزه 700 جنيه ولا وصرها لها صرفت لك في 500 قالت له قلنا لها خلاص يا تغريد ارضي وخلاص افتح الدكانه بس كلنا كان عندنا راي لهم قلنا لها افتح الدكانه وانزلي بات عند بيت ابوك عند بيت ابوكي ما تباتيش في البيت هي واحده عايزه جاي قالت لي لا انا هبات في شقتي يا بنت اسمعي الكلام وريحي الدور عشان هو وحش احنا عايزين نربيه طب هو وحش خليك انت احسن وخليكي في البيت خليكي في دكانتك وانزلي باتي عند بيت ابوكي قالت لي لا قعدت معايا من الظهر لحد المغرب المغرب لحد نزلت قعدت عند بيت ابوها شويه وراحت رجعت اول ما رجعت بالليل اداك الفلوس قالت لي ايوه ادوني الفلوس اداني محمد ووليد وناصر ادوني الفلوس منه وراحت طالعه طب طلعت قالت لي انا خايفه منه الاحسن يكلمني في حاجه عشان انا اتكلمت بكل جراءه تحت وعيال عمو بهدلوه زعقوله جامد لا اشتكت منه يعني حكت كل اللي حصل حكت كل اللي حصل وهم جابوا لها حقها في البيت تمام عندنا وراحت طلعت جم الساعه 2 بالليل قعدت تزعق في اليوم ده كانت اللي هي غضبانه فيه هي ما كانتش غضبانه ما غضبتش تمام يعني هي زعلت يوم وبعدين ما غضبتش هي نزلت عند بيت ابوها قعدت شويه وجت ساعتين ورجعت تمام ما غضبتش احنا اللي جبناها احنا اللي زعقنا وجبنا لها حقها وادينا لها الفلوس تمام وراحت خدت الفلوس وطلعت على اساس ان هي الصبح تجيب البضاعه وكده تمام المهم راح طلعوا بالليل زعقوا بالليل مع بعض بعد ما طلعوا طلع لهم محمد ابن محمد سلف محمد جوز اخت جوز جوز اخت جوز طلع لهم بالليل اللي هو حل لهم المشكله فيا محمد قال له ما فيش طب فيا قالت له ما فيش انا بغسل وكده ومحمد قال له خلاص يا محمد سيبها تنام عشان ايه عشان هي تصحى الصبح قال له خلاص ماشي وسكتنا على كده جم الساعه 6 ونص الصبح احنا نمنا الساعه 6 ونص الصبح هي سهرانه طول الليل بتغسل ما نامتش الساعه 6 ونص الصبح ربنا يصبرك يا رب احنا عايزين تكوني متماسكه علشان نقدر نوصل التفاصيل ونحكي ونوصل المعلومه صح اللي حصل بالظبط والله هو ده اللي حصل والله ربنا يصبرك المهم الساعه 6 ونص الصبح سمعت لحظه يا جماعه لحظه اتفضلي سمعنا صوت العيال وسمعت صوتها هي سعيت على صوت العيال طلع جوزي وطلع محمد سمع صوتها من تحت وليد تحتنا على طول اللي هو جوزي طلع محمد ووليد قعدوا يخبطوا مش عارفينش يفتح من صوتها لحد ما هي كنا على باب الشقه فضلنا نخبط ما رضيش يفتح رحنا كسرنا الباب كسروا الباب من تحت كده وراحوا قاعدين من الحته اللي كسروا منها قبل ما تكسروا الباب بقى ما كانش ليها صوت كان ليها صوت يا منى ويا وليد الحقوني انا منى وجوزي وليد تستغيثوا يا منى وليد الحقوني حد يتدخل يا منى لا هي على طول كده لما بيعمل معاها اي حاجه بتنده يا منى يا وليد لا طبعا ده الطبيعي بتاعه فكرت ان دي مشاجرة ما بينهم الطبيعي بتاعه تمام لما دخلوا بقى ايه المنظر اللي شافوه كسرنا الباب الشقة لانه برضه قافل على العيال لقيته قافل عليهم هم اوضه النوم قعدنا يخبى يفتح الباب ملاوش ما رضيش يفتح المهم راح مكسرين باب اوضه النوم تاني مسافه ما كسروا باب اوضه النوم محمد كسروا وليد وناصر وليد يعني مسافه ما كسروا باب اوضه النوم لا ميته تحت الباب على طول انا كنت واقفه معاهم وشفت العيال في الاوضه الثانيه اما لما انا شفت منظرها
لا شكلته فرحان ليه ده فرحان كان حبسهم فعلا في اوضه حبس اولاده في اوضه يا استاذ هي لما كانت بتحصل حاجات ما بي... اي حاجه ما بينهم بيقفل عليهم الباب ده الطبيعي يعني زي اي حد قفل عليهم الباب ورحت خدتهم ورحت نزلتهم تحت فضلت اصوت انا عليها وبهدل الدنيا راح والدي قال لي اسكت اسكت استني اما نشوف هنعمل ايه عشان ما تحصلش بهدله وفي نفس الوقت عشان يمسكوه هو طبعا كان ماسك السكينه عايز يقتل اخوه عايز يقتل ابن عمه فعلا ذبح ايديهم ماسك سكينه ذبح ايديهم هي سكاكين تغرب كلها حاميه مسك السكينه راح ذبح ايد محمد وذبح ايد ناصر عايز يموت اخوه وعايز دول اخواته حاولوا يدخلوا ويحوشوا فهو تعدى عليهم ايوه تعدى عليهم سيبوني اهرب سيبوني اهرب عايز يهرب بعد جريمة عايز يهرب اول حاجه ولما ما عرفش يهرب مسك السكينه عايز يموت نفسه هم راح خلص على نفسه احنا كلنا اتلمينا عليه كله بقى اتلم عليه كتفتوه كده كتفوه راح متصل قالوا اتصلوا بالحكومه في ساعتها يجي يشيلوه اتصلنا بالحكومه وليه عمل كده اتصلنا بالحكومه ما قالش ده كلب ولا اسود ده كلب ما حدش يسالوه يعني او ما قالش كلام هو مثلا بعد ما قتلها قتلتها ليه طب اضربها بالله حاجه قتلتها ليه مش يتكلم يقول مثلا قتلتها عشان كذا وكذا لا دي كلبانه ما لهاش في اي حاجه كلبانه ما تستاهلش كل دوت كلبانه وجايش تنسى ايام في البيت كله ده انا بحب البيت كله ما تنسيكيش غير من محمد حماتي كلبانه الحديث كان ولاده شافوا المنظر اتكلموا وقالوا حاجه خدت العيال البنت سمعت بس البنت سامعه بس لكن ما شافتش المنظر ما شافتش حاجه انا خدتها عشان ما تشوفش حاجه معاها طفلين ولا معاها عمر وسلمى عندهم كام سنه؟ سلمى عرفوا ان هو ان امهم ماتت على ايوه لما انا صوتت وعرفوا لما انا صوتت عرفوا قالوا ايه بقى؟ البنت اللي مخضوضه ومرعوبه من ساعتها وعارفه ان والدها خلص على والدتها ايوه طب هم شافوا ولا عرفوا بس قتل لكن شافوا ان هو لا ما شافوش حد شاف حاجه ما شافوش ده عيال اختي ازاي خلوهم يشوفوا المنظر دوت؟ ما قالوش قبل كده سيما مثلا بيتخانقوا بسبب ايه؟ لا هو خناقاتهم بسبب المصاريف هو بخيل في الايام اللي فاتت دي ما كانش شغال كنا يا بننزل واحنا بنرضاش ينزل بناخد منه المصروف بالعافيه ندولها قلنا لا احتجت حاجه مالكش دعوه بينا كلنا كنا في البيت كويسين معاها وسالوا اهل امها شفت المنظر كان متعدي عليها ما حصلش اي حاجه لا ما عندوش لما لقيناه بيعمل كده هو خدته انا وامه خدته ورحنا مستشفى احمد ماهر النفسي مفيش قالوا مفيش حاجه بس هو يعني نفسيته تعبانه بس لكن ما ادولوش لا ادوله علاج ولا ادوله حاجه انا عايز اسال سؤال هو انت بتقولي كان راجل بيصلي راجل كويس طب صلي الفجر طيب صلي الفجر قبل ما يقتلها ايه اللي وصل الامور اللي بينهم كده عايزين نعرف بخلاف ان انت كنت موجوده زي ما احنا كده شايفين مشاهدين منصة ابو كبير ميديا يعني حالة انهيار شديد امام مشرحة زيمهو يعني زي ما احنا شايفين كده دي منصة ابو كبير ميديا زي ما احنا شايفين كده يعني حالة انهيار شديدة من اسرة وجيران ضحية دار سلام اللي جوزها قام مساء بدبحها بالسكين داخل غرفة النوم في العش الزوجية يعني هم
صاروخ بصي قال له ما عنديش ما رضيش يطلع له صاروخ عايز يطلع اكتر من كده هو كامل جامد والله مش تعبان هو مش تعبان بخيل ومعفن خلينا عليك يا بنت استغفر ربنا هو بخيل ومعفن كان بخيل قوي بخيل عليا وعلى عيالها بخيل عليا وعلى عيالها مبهدله ومجوعه اعتذري اعتذري يا بنت اعتذري لاخواتها تجي لي كبت كتير لا كل حاجه اعتذري يا بنت يعني مشاهدي منصة كبير بكده نكون وصلنا لنهاية اللايف دي كانت تفاصيل جريمة قتل زوجة زوجتها قام بذبحها بذبحها على سرير داخل غرفة أخرى داخل عملية زوجية لا يا ملا احنا بعد ما شفنا مع حضراتكم ماتيريال لشقيقة الزوجة الله يرحمها تغريد وكمان زوجة شقيق المتهم اللي حصل يوميها ان هو صلى الفجر وطلع على شقته لكن القلب مليان سواد هنا اتلكك ليها ونشأت المشاجرات اخذ الاولاد ويمكن اغلق عليهم احدى الابواب بتاعه الحجر الخاصه بالشقه وهنا بدا انه يتهجم على الزوجه قفل باب الشقه يا ساده وهنا نحر رقبت المرحومة تغريد وأنهى حياتها بعد استغاثات وكانت الأولاد في الأوضة هم اللي بيبكوا وبيصرخوا وليد وشقيقه وزوجة وليد كمان طلعوا لحد الباب وقدروا ان هم يفشوا او يكسروا باب الشقة لقوه كمان ان هو واخدها في أوضة النوم او حجرة النوم كسروا الباب الآخر علشان يلاقوها مدرجة في دمها وهنا محمد اللي قتل تغريد كان ماسك سلاح هنا كان بيقول لإخواته سيبوني أهرب انما الحق ما فيهوش خواطر النهارده اتحاول انه يعني في الوقت ده لما اخواته رفضوا ان هم يسيبوه يهرب من الواقعه كان بيحاول انه يتهجم عليهم مقابل انه يهرب ما فرقش معاه اخو ولا اب ولا حم ولا اي حاجه قال لهم لو ما سبتونيش انا هخلص عليكم واحد واحد وبالفعل قدر انه يجرح واحد منهم لكن تغلبوا عليه وقدروا ان هم يمسكوه وبلغوا رجال الامن اللي حضرت في التو واللحظه القضيه دي بقى لها فتره كبيره مش كبيره قوي لكن احنا بنحب ان احنا نجيب البداية بتاعة القضية واتكلمنا في الحلقة دي قبل كده عن طريق فيديو على قناتنا لكن لابد ولزاما علينا ان احنا نعرض لحضراتكم تفاصيل الحكم اللي هزلته محكمة جنايات التجمع الخامس بحكم الاعدام على الزوج والغريب ان الزوج كان لابس بدلة حمراء في قفص الاتهام قاعد يقول انا بريء ومش بريء لكن الادلة والبراهين والاعترافات والطب الشرعي وسبق الاصرار في القضية اتحولت القضية لأوراقه بأوراقه إلى فضيلة المفتي وتم تأييد حكم الإعدام علشان نقول مهما يكون مرتكب الجريمة يتمتع بقدر كبير جدا من الذكاء فإن النتيجة وخيمة العقاب آتي لا محالة بنقدم الحلقات دي للعظة والموعظة والنصيحة وإن احنا نتعلم من أخطاء الغير إزاي أنت تنصب نفسك إن أنت تقدر تقتل أو تحي حد إزاي أنت تقدر تقول على زوجتك إنها خاينة بمجرد إن أنت تطلبها للفرق فراش وابد تمنيت الله اعلم ممكن ما تكونش مزاجها رايق ممكن تكون تعبانه ممكن تكون مريضه او عندها وجع في بطنها ولا في اي منطقه وعارفه ان انت بخيل وما بتصرفش عليها فمش قادره تقول لك ان انا تعبانه لكن انت بالعقل الجاهلي قدرت ان انت تحدد ان بامتناعها للخلوه الشرعيه اللي حللها ربنا سبحانه وتعالى انها خاينة عندك دليل عندك فيديو عندك مسج عندك رسالة عندك حد خدك على جنبه وقالك ان مراتك واحد اتنين وتلاتة وحتى لو عندك دليل هو فين حتى لو واحد صديقك وقالك ان زوجتك دي ماشية في الحرام اثبت
الدليل، انما تنصب نفسك قاضي في الارض وتنهي حياتها، انت حطمت ولادك، وبالذات اللي صعبان عليا في القضية الولد الصغير اللي هو مريض بمرض خطير، مرض مزمن. ليه؟ ولادك مين اللي هيربيهم بعد ما نهيت حياة امهم؟ لو انت شاكك فيها عندك طلاق وعندك 60 حل وحل ان انت تاخد حقك من عينيها ومن عينين اي حد قتلتها وعدمت نفسك وحطمت ولادك. تعالوا بقى اما نشوف إسدال الستارة على القضية والحكم اللي صدر على المتهم في محكمة جنايات التجمع، وفرحة كبيرة قوي من أهالي الزوجة اللي هم يعتبر محمد أنا حياتها بدون أي ذنب. يلا بينا نشوف الفيديو الصغير ده ونرجع مع بعض تاني. محمد قتل تغريد قبل العيد، وسلمى بنتهم عمالة تشاهد وتشوف من بعيد. حبس ولاده التلاتة ورا الباب، لما اخواته سمعوا الصراخ وحاولوا ينقذوا تغريد قال لهم هقتلكم زيها وههرب بعيد. أمر الإحالة في القضية ذكر أن المتهم محمد عامل بورشة أحذية قتل زوجته المجمع عليها تغريد عمدا مع صف إصرار ده كلب ولا إسوة ده كلب ما تحاولتوش تسألوه يعني أو ما قالش كلام هو ما قتلها ما قتلتها ليه؟ طب اضربها بعد بالله قتلتها ليه؟ يا إسوة يقول مثلا أنا قتلتها عشان كذا وكذا لا دي كلبها لا ما لهاش بأي حاجة وكلبها ما تستاهلش كل ده هو كلبها لا هو جاي يشتتش أيام في البيت كله ده أنا بحب البيت كله ما تشتكيش غير من محمد حماتي كلبها لا ظرف حضراتكم في الصورة هو قاتل زوجته بدار السلام ولابس بدلة الآن. حكمت المحكمة على المتهم
بقتل زوجته بدار السلام بعد رفضها معاشرته اياه بالاعدام شنقا زي ما حضراتكم شفتوا. القضيه كانت من 4 أشهر في دار السلام لما اخذ احد الاشخاص على انهاء حياه زوجته وقال ان هو شك في سلوكها وخيانتها ليه، فقال ان هو هيطلبها ليه الا المعاشره، ولما رفضت تاكد من خيانتها ليه فاستلم سلاح ابيض سكين وذبحها امام اطفالها. امر الاحاله في القضيه ذكر ان المتهم محمد عامل بورشه احذيه قتل زوجته المجني عليها تغريد عمدا مع صف اصرار المصمم على ذلك، بان عقد العزم وبيت امنيه على ازهاق روحها انتقاما لامتناعها عنه، ومستقرا بذهنه وجود اسلحه بيضاء بسكن بمسكنه ورهن اشارته، وعلق تنفيذ مخططه على رفضها معاشرته لها، وما ان تهيأ له الظرف بامتناعها فاستل سلاح ابيض سكين وانهال عليها طعنا ونحرا فاحدث اصابتها الموصوفه بتقرير مصلحه الطب الشرعي، ولم يثنه عن جرمه اخذها منه ميثاقا غليظا فاسقطها ارضا حتى خارت قواها ولفظت انفاسها وتيقن من مفارقتها الحياه، قاصدا من ذلك استهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات. والمتهم امام جهات التحقيق أقر وبارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته لأسباب تغلب عليها المادة، واعتادت حينئذ الخلاف ترك مسكن الزوجية، إلا أن الخلاف اتخذ طورا آخر برفضها معاشرتها له، فانتابه بالشك معلما رفضها معاشرته لها بالخيانة، فوضع مخططا ليتيقن من صحة شكوكه بأن يطلب معاشرتها، وفي حال رفضها تتيقن له شكوكه فأبت معاشرته واستجلبت سكينا لمنعه من الاقتراب منها فاستخلصه منها وأحدث إصابتها ونحر عنقها وانهال عليها طعنا وضربا ونحرا بالسلاح حتى أسقطها أرضا وتيقن من مفارقتها الحياة. برضو شقيق المتهم كان اعترف على شقيقه وقال ان هو يعني سمع صراخ أطفال وتوجه إلى مسكنهم فوجد زوجة شقيقه ملقاة على الأرض تحيط بها الدماء من كل جانب. النهاردة مثل المتهم أمام المحكمة، وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالإعدام شنقا للمتهم عما أسند إليه من تهمة القتل العمد لزوجته. دي الجريمة اللي هزت منطقة دار السلام لما ذبح احد الاشخاص زوجته امام اطفالها، وعلل ذلك ان هي رفضت معاشرته وهو شك في خيانتها بعد هذا الرفض ويعني اصرارها على الرفض. حضراتكم ان احنا موجودين امام محكمة التجمع الخامس بالقاهرة في جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بدار السلام عمدا مع سبق دي كانت حلقة النهاردة محمد وتغريد حبس اولاده انا حياة مراته تغريد بدون حول ولا قوة وبدون اي ذنب لمجرد بس على حسب اقواله انه شك في خيانتها، وحضراتكم شفتوا يمكن الكلام الكويس في حقها من خلال سلفتها، بلاش اختها ممكن تكون اختها متعاطفة معاها، لكن السلفة اللي قاعدة معاها في البيت بتقول ان كل البيت وكل المنطقة كانوا بيحبوا حد اسمه تغريد، كانت ست مكافحة وكانت فاتحة دكان على قدها وبتحاول انها تجاهد على قد ما تقدر علشان تقدر تساعد محمد اللي قتلها، لكن ده امر ربنا سبحانه وتعالى ودي قضاءه وقدره وخلاص، هو خلاص اخد عقابه وتم اصدار الحكم عليه بالاعدام، لكن اللي وجع القلوب جوز الاطفال اللي كانوا حتى لو ما شافوش سمعوا ان امهم كانت بتتقتل في الاوضه الثانيه. مواقف عصيبه، مواقف توجع القلوب والله العظيم، مواقف يدمي لها القلب وجع، لكن هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كل مجرم اخد عقابه وده درس بنستفاد منه لجميع الازواج لجميع الزوجات، ويمكن هنا القضية من خلال التصريحات بتاعت الاهالي والناس اللي قاعدين معاهم في البيت
كان يمكن المشكلة الوحيدة أو السبب الوحيد هو كانت المادة، لأن الزوج كان قاعد ومش قادر يصرف على الزوجة، والزوجة هتأكل ولادها منين؟ لأنها أغلب الزوجات حتى لو مش هياكلوا أهم حاجة يكون ولادهم شبعانين ومرتاحين ومرضيين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ربنا ينتقم من كل ظالم بيوجع قلوبنا. كل ما نقول في جريمة وهتنتهي بيظهر علينا جريمة تانية وتالتة. لو وصلتوا معنا لنهاية الفيديو فأنا بتقدم بكل الشكر وكل التقدير لكل الحبايب المتواجدين معنا دوما ودائما ودائما دعمنا على فيديوهاتنا أو على بثاتنا. كل الشكر والتقدير لكل السادة الحضور، نورتوني بجد وشرفتوني. ولو وصلت معنا الفيديوهات دي اوعى تكون ناسي اللايك من أول الفيديو. نورتوني بجد، معكم أخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد قتل تغريد قبل العيد، وسلمى بنتهم عمالة تشاهد وتشوف من بعيد، حبس ولاده التلاتة ورا الباب لما اخواته سمعوا الصراخ وحاولوا ينقذوا تغريد، قال لهم هقتلكم زيها وههرب بعيد. أمر الإحالة في القضية، ذكر أن المتهم محمد عامل بورشة أحذية قتل زوجته المجمع عليها تغريد عمدا مع صفة إصرار ده كلب ولا إسوة ده كلب ما تحبتش تسألوه يعني أو ما قالش كلام هو مثلا ما قتلها ده قتلتها ليه؟ طب اضربها بالله حاجة قتلتها ليه؟ ليه قالش يتكلم يقول مثلا قتلتها عشان كذا وكذا؟ لا دي كلبة لا ما لهاش في أي حاجة كلبة ما تستهلش كل دوت كلبة أنا ما جايش أيام في البيت كله ده أنا بحب البيت كله ما تشكيش غير من محمد حماتي غلبانه.